حدث إنساني بامتياز شهدته بيروت، وتمثل بتوقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة مخزومي وبوزيتيف بلانت العالمية. التوقيع تم في مؤسسة مخزومي التي استقبلت ضيوفها الكرام والمشاركين في هذا التوقيع، وعلى رأسهم رئيس بوزيتيف بلانت وزير الاقتصاد الفرنسي الأسبق جاك أتالي، والرئيس الفخري لمؤسسة مخزومي المهندس فؤاد مخزومي، ورئيسة المؤسسة مي مخزومي، والمدير العام سامر الصفح، وحشد من الإعلاميين، وذلك في مركزها الرئيسي في المزرعة. بعد الوقوف تشريفا للنشيد الوطني اللبناني، رحب مدير عام المؤسسة سامر الصفح بالحضور وثمن آليات التعاون مع بوزيتيف بلانت، مشيرا إلى أن مؤسسة مخزومي ما زالت رائدة في مجال العمل الإنساني والخيري على مدى 19 عاما، وذلك من أجل تطوير المجتمع وتمكين الشباب والنساء. بعد توقيع الاتفاق بين المؤسسة وبوزيتيف بلانت، تحدثت رئيسة المؤسسة السيدة مي مخزومي عن أهمية اتفاق التعاون، ولفتت في كلمتها خلال حفل التوقيع إلى أن المؤسسة وقعت أولى اتفاقيتها مع بوزيتيف بلانت عام 2014 حين كان اسمها آنذاك بلانت فاينانس، وأضافت أن الاتفاقية ستشمل تدريب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و25 من خلال التأهيل المهني واللغات وورش العمل خلال 18 شهراً، ثم مساعدتهم على إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم. وشددت على أن اللاجئين والمجتمعات المضيفة المحلية بحاجة إلى أكثر من الإغاثة، أي التحضير للعودة إلى بلادهم ومساعدتهم. ثم تحدث الوزير أتالي، فاعتبر أن التحدي كبير لمساعدة اللاجئين واللبنانيين، مشيرا إلى أن اللبنانيين المنتشرين في جميع بلدان العالم يعرفون أكثر من غيرهم صعوبة بدء حياة جديدة في بلد غريب عنهم. وكان المهندس فؤاد مخزومي قد أقام حفل عشاء على شرف أتالي في دارته في بيت البحر. في كلمة له خلال حفل العشاء، رحب مخزومي بالحضور وأكد أن التحديات التي واجهت وتواجه المجتمع اللبناني شكلت حافزاً للمؤسسة لتنويع نشاطاتها التي حققت نجاحاً مجتمعياً من خلال التمكين والتعليم والتطوير المهني ودعم المؤسسات الصغيرة والرعاية الصحية والتنمية المستدامة.